أهلا بكم في نشرة تعليمية جديدة على قناة مدرستنا 3. والبداية بأهم وأبرز العناوين. وزير التعليم يعلن نتيجة الثانوية العامة في مؤتمر صحفي الثلاثاء المقبل. اجتماعات مكثفة بالإدارات التعليمية لمناقشة خطط تطوير المنظومة التعليمية ومواجهة الكثافة الطلابية. وزير الري يؤكد على أهمية إدراج المفاهيم المائية بالمناهج الدراسية لرفع وعي الطلاب بقضايا المياه. مد فترة التسجيل الإلكتروني لمرحلة رياض الأطفال بالجيزة حتى 7 أغسطس الجاري. أهلا بكم مرة أخرى. وزير التعليم يعلن نتيجة الثانوية العامة في مؤتمر صحفي الثلاثاء المقبل. يعقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم الثلاثاء المقبل المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل نتيجة امتحانات الدور الأول للثانويات العامة للعام الدراسي الحالي. وأكدت وزارة التربية والتعليم أن تحديد موعد أعلان النتيجة يأتي عقب وضع اللمسات النهائية لكافة إجراءات التصحيح وتدقيق النتيجة وتطبيق درجات الرأفة، كما سيتم خلال المؤتمر الصحفي إعلان تفاصيل أوائل الثانوية العامة. اجتماعات مكثفة بالإدارات التعليمية لمناقشة خطط تطوير المنظومة التعليمية ومواجهة الكثافة الطلابية. كثفت المديريات والإدارات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية من اجتماعاتها اليومية لمناقشة خطط الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية والتغلب على التحديات على أرض الواقع، فضلاً عن بحث كافة المقترحات المتعلقة بسبل مواجهة الكثافات الطلابية وعجز المعلمين. يأتي ذلك في إطار توجيهات وتكليفات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم لكل مدير مديرية بوضع تصور لكيفية التغلب على التحديات التعليمية على أرض الواقع، بما في ذلك العجز في أعداد المعلمين وارتفاع كثافة الفصول، بالإضافة إلى إيجاد آليات فعالة لجذب الطلاب إلى المدارس. وزير الري يؤكد على أهمية إدراج المفاهيم المائية بالمناهج الدراسية لرفع وعي الطلاب بقضايا المياه. أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري على تقديم كافة أوجه الدعم لوزارة التربية والتعليم لتوعية طلاب المدارس بقضايا المياه وأهمية ترشيدها والحفاظ عليها من خلال المناهج الدراسية والأنشطة المدرسية المختلفة كأحد أدوات تصحيح أي مفاهيم مغلوطة لدى المواطنين عن المياه في مصر وزيادة الوعي لديهم بحجم التحديات التي يواجهها قطاع المياه في مصر. كما أكد سويلم خلال اجتماعه مع محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم على أهمية إدراج المفاهيم المائية بالمناهج الدراسية لرفع الوعي لدى الطلاب بقضايا المياه والتعريف بالتحديات المائية الخارجية والداخلية ومدى أهمية نهر النيل لمستقبل الأجيال القادمة والأمن المائي المصري وحجم الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية في ترشيد استخدام المياه وتحسين عملية إدارتها ودور الطالب والأسرة في الحفاظ على المياه. تخفيض تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي في البحر الأحمر والشرقية إلى 210 و233 درجة. أعلن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر تخفيض تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام إلى 210 درجة بدلاً من 220 درجة، وقبول كافة الطلاب الحاصلين على مجموع 140 درجة فأكثر في باقي فروع التعليم الفني بعد أن كان 165 درجة، وذلك تلبية لرغبات والتماسات أولياء الأمور. وفي الشرقية قرر المحافظ المهندس حازم الأشموني النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للناجحين في الشهادة الإعدادية للعام الحالي ل 233 درجة للثانوي العام و195 درجة للثانوي العام خدمات و140 درجة للثانوي الخاص. مد فترة التسجيل الإلكتروني لمرحلة رياض الأطفال بالجيزة حتى 7 أغسطس.
أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة مد فترة التسجيل والتقديم لمرحلة رياض الأطفال رسمي لغات ورسمي لغات متميز بعد فتح الموقع الإلكتروني استثنائيا حتى 7 أغسطس الجاري. وأوضحت المديرية أنه تم تكليف مديري المدارس عند التقديم للصفوف الأولى من المراحل المختلفة بعدم إرهاق أولياء الأمور باستخراج شهادة ميلاد مميكنة حديثة للتسهيل عليهم، كما طالبت باستلام ملفات التقديم للصفوف الأولى بدون الكشف الطبي والبطاقة الصحية مع التزام ولي الأمر بتقديمهما قبل العام الدراسي. انطلاق مبادرة مشواري لتنمية مهارات التواصل وإدارة الوقت لدى طلاب وشباب الغربية. بدأت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة في تنفيذ مبادرة مشواري، والتي تتضمن تنمية مهارات التواصل والعمل الاجتماعي وريادة الأعمال وخطة عمل المشروعات الصغيرة. وانطلقت فعاليات المبادرة بمدرسة السنطة الفندقية بحضور 50 طالبا وطالبة، وفي مدرسة الشين الصناعية بنات بحضور 40 طالبة. وتهدف المبادرة إلى توفير ورش عمل وبرامج تدريبية لتطوير المهارات العملية للطلاب والشباب في مجالات مختلفة مثل مهارات التواصل وإدارة الوقت، كما تهدف إلى تشجيعهم على الابتكار والإبداع من خلال مسابقات ومشاريع تعاونية، وتحفيزهم على المشاركة في مبادرات المسؤولية الاجتماعية والمساهمة في تحسين المجتمع. ولمزيد من التفاصيل معنا على الهاتف الأستاذة إيمان أحمد الراعي، منسق عام برنامج مشواري بالغربية. مرحب بحضرتك يا فندم على شاشة قناة مدرستنا 3. أهلا، برحب بحضرتك والسادة المستمعين كلهم. أهلا بحضرتك أستاذة إيمان معنا اليوم. بداية وبعد التحية نود أن نطلع السادة المشاهدين على المزيد من التفاصيل حول مبادرة مشواري وأهميتها وأيضا الهدف الرئيسي منها. في البداية كده هنعرف المبادرة بشكل بسيط خالص. احنا عندنا برنامج مشواري او مبادرة مشواري. البرنامج معانا برعاية رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الشباب والرياضة وبالتعاون مع منظمة اليونيسف. البرنامج عبارة عن دورات تدريبية لتنمية المهارات الحياتية للشباب والناشئ، وعندنا كمان من السن الصغير من اول 10 سنين لحد 24 سنه. نعم. احنا بننفذ المبادره بتاعتنا دي على مستوى محافظه الغربيه، على مستوى مراكز الشباب، على مستوى الانديه، على مستوى المدارس، اي مكان موجود فيه الفئه المستهدفه بتاعتنا. حتى بنتعاون مع الجمعيات الاهليه ان احنا بننفذ فيها في القاعات التابعه ليها، او بالتعاون معاها بنوفر لها القاعات المتاحه معانا في مراكز الشباب. التدريب عندنا بيهتم بحاجتين اساسيتين، اولا المهارات الحياتيه، ودي من خلال بقى ورش عمل فيها مسابقات، فيها شرح نظري، فيها بيبقى تدريب للولاد مع بعضهم على مهارات معينه زي التواصل، ازاي اعبر عن رايي، ازاي اقدر اوصل الفكره اللي عندي بشكل مناسب، ازاي اقدر اعبر عن رايي، ازاي اقدر اعرف اتكلم عن كل حاجه انا عايزها. عندنا كمان بيدرسوا ازاي العمل مع في فريق، ازاي اقدر اشتغل مع مجموعه بشكل سلس، ازاي اقدر احل مشكلاتي، ازاي اقدر انظم وقتي، انظم اولوياتي، حاجات كتير جدا من شبابنا واولادنا محتاجينها الايام دي. عظيم. ما هي تمام يا فندم، ما هي أهم وأبرز البرامج التدريبية المقدمة من المبادرة للطلاب والشباب؟ زي ما بقول لحضرتك احنا عندنا جزئين مهمين جدا، مكونين مهمين قوي في البرنامج، مكون المهارات الحياتية
والجزء الثاني اسمه مشوره مهنيه، ده بيبقى للمرحله الكبيره شويه شويه اللي هم الطلبه بتوع الجامعات بتوعنا اللي خلاص قرب يخلص المرحله الجامعيه بتاعته والمفروض ان هو هينزل لسوق العمل. نعم. من اهم الحاجات اللي احنا بنعلمها لاولادنا رياده الاعمال. يعني ايه رياده الاعمال؟ انا بعلم، انا اسفه معلش، اتفضلي، بعلم الشاب اللي عنده 19 سنه، بعلم الناشئ اللي عنده 14 سنه و15 و16 ازاي تقدر تستثمر اي حاجه عندك انت شاطر فيها ان انت تحولها لفكره مشروع. طب انا عايز اعمل مشروع، طب انا ازاي افكر صح؟ فبنبدا نديهم الخطوات الاساسيه ازاي انت تقدر تختار فكره مشروعك، ازاي تقدر تدرس المشروع ده كويس، ازاي تعمل له طبعا دراسه الجدوى، الدراسه الفنيه، دراسه السوق، ازاي تقدر تحسب المخاطر اللي ممكن تواجهك وانت بتعمل المشروع في المكان بتاعك ده، ايه التحديات اللي ممكن تقابلك. واحنا طبعا ده بيتوافق مع رؤيه مصر الجديده وتنميه مصر المستدامه، فاحنا بنتجه دايما للاعمال الحره، المشروعات الصغيره ممكن تقوم دوله كامله. نعم. فاحنا بنساعد الشباب، كل واحد عنده حته هو شاطر فيها ممكن ما تكونش عند غيره، بعلمه ازاي ينمي الكلام ده كله. ومن خلال التدريبات دي طبعا بنقدم للولاد حاجات كتيره جدا، احنا ان شاء الله بننفذ دلوقتي من خلال البرنامج مبادره دوي برعايه سيدة مصر الاولى انصار السيسي، بننفذ من خلالها دي تحت شعار بحكايتك تكمل حكايتنا. بننقل خبرات الولاد اللي موجودين سواء شباب كبار او اولاد صغيرين، بنعمل معاهم حته زي تنقل خبرات. نعم. احنا ممكن نكون كلنا يعني مر علينا نفس التجربه، بس كل واحد فينا تناول الموضوع او المشكله اللي قابلته بشكل مختلف، فينا اللي بيتصرف بشكل مظبوط، فينا اللي بيبقى حته بتبقى مش التصرف السليم قوي وجزء سليم، فبنبدا ان احنا ننقل الخبرات السليمه. طبعا ده بتنفيذ من مدربين معانا موظفين في الشباب والرياضه، اخذوا تدريبات كتيره جدا تبع لوزاره الشباب والرياضه واداهم التدريبات دي مستشارين على مستوى عالي جدا. عظيم. الأستاذة إيمان أحمد الراعي، منسق عام برنامج مشواري بالغربية، بنشكر حضرتك على هذه المداخلة. إلى هنا تنتهي نشرتنا التعليمية على قناة مدرستنا 3. شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله. في أمان الله.